ما ممكن البعض يدخل يعني يدخل في هذا الموضوع وخط النقاش هذا ويقول لك دكتور في النهاية احنا مش دولة, احنا مش دولة إسلامية. حلو. احنا دولة مدنية. مدنية. والدول العربية كلها دول مدنية. جزء الإسلام جزء أساسي ورئيسي, الشعوب هي شعوب إسلامية, لكن المنهج الدستور القائم اللي يعمل في مؤسسات الدولة كلها قائم على مواد مدنية وليست نصوص شرعية إسلامية. إذن ليش تقول بالمادة الثانية من الدستور أن الكويت دولة يعني تعتبر الشريعة الإسلامية جزء مصدر رئيسي؟ مصدر رئيسي, مصدر رئيسي, مصدر رئيسي من مصادر أدري أوكي, بس مصدر رئيسي للتشريع. انت يعني خبقتها مرة واحدة المسألة هذه, يعني هذا أمر أصبح واضح للعيان. بس المسألة يخافون هذيل شيوخ الدين, يخافون انه لو يعني يتكلم في موضوع سكسد يصطدم بجدار النظام وبعدين تعال عاد فتشني, بيشيلونه إذا خطب من المنبر شالوه, إذا درس في الجامعة وقال هالكلام شالوه, إذا سوى حلقة في المسجد وتكلم عن هالموضوع وخروه, وربما في بعض الأقدار سجنوه وعذبوه. فهناك غياب للوعي الإسلامي. الوعي الإسلامي هو الوعي الذي يروم تحقيق الشريعة الإسلامية بحيويتها وعدالتها. أهم شيء العدالة يا عمار, مو النسك الشرعية, مو الصلاة والصيام, لا 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 لا, صلاتك وصيامك بينك وبين ربك. بس لذلك الشهيد إذا مات أول ما إذا قتل أو كذا استشهد الرسول عليه الصلاة والسلام, هل عليه دين؟ الرسول يسألهم, قالوا نعم, قال صلوا عليه, وهو ما يصلي عليه. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام, هل فلان عليه دين؟ عليه دين؟ نعم عليه دين, صلوا عليه أنتم. شنو الشاهد من استحضار هل نعم الشاهد إنه الإنسان إذا صار عليه حقوق للناس, حقوق للناس يعني هذا الأحساب آخر. خلي يعني الاحتكار الاستشهاد, يعني الرسول لما سأل عليه الصلاة والسلام نعم. ما سأل عن صلاته ولا عن صيامه ولا عن زكاته ولا عن أخلاقه ولا عن حجه. بس حلو, انت اختصرت, هو سأل فقط على يدين حق من حقوق الناس, حق من حقوق الناس. فهذا المحتكر وهذا المتغول على حقوق الناس وهذا المزاحم للناس بالسوق, دززهم تدزز وياخذ المناقصة وياخذ الكذا وياخذ العمولات وياخذ الكوميشنز وياخذ ويحتكر الأراضي, هذا مو دين, هذا ليني دين. فهم شلون؟ هني بعض أيضا ممكن يستشكل علينا ويقول طيب أنتوا وايد سلبيين على الأنظمة الحاكمة في الدول العربية, ما في أوروبا هناك أيضا أسر حاكمة كثيرة تحكم, مو حاكمة, وأنا بيك تصلح لي هذه. والأسر اللي موجودة هناك في أوروبا عندها مليارات من الجنيهات والدولارات, وش معنى لما يجي الموضوع هني عندنا احنا في منطقتنا سواء في الخليج او في الدول العربية يصير الحلال وحرام ويجوز وما يجوز. هم حصلوا المليارات هذه لانهم ما يحكمون, قاعدين يتاجرون بروحهم معاي عمار, ولا قاعدين يستغلون قوانين ولا عندهم مجال للاستغلال, عندهم مشاريعهم وروحهم. انا ما احكم صح؟ ما تبوني أحكم؟ ما أحكم. أنت لك مخصصاتك, أنت يا ملكة إنجلترا لك ويندزر كاسل, هذه الويندزر كاسل بوكنهام بالاس, هذا كله من تاريخ يعني. مو الإنجليز جربوا الجمهورية أيام كرومويل ورجعوا للملكية, لما شافوا كرومويل قام يذبح فيهم, قالوا لا يبا نبي إحنا نرجع للملكية. فرجعوا للملكية بس بشروط, وشروط ما زالت الأسرة المالكة ملتزمة فيها قصبا عليها ملتزمة. فصل الحكم, فصل الحكم
عن إدارة البلد ما لها شغل بالحكم، كلش ما لها شغل. ولذلك إليزابيث هذه كذا مرة تقدم يعني طلب للمجلس العموم تزيدون مخصصاتي، زيدوا مخصصات. يوقف أصحاب حزب العمال، لا طالق من زيادة مخصصة. وقف عاد واحد من حزب العمال وقال احنا شلنا في هذولا يعني، ايش حق نعطيهم اصلا مخصصات، خل نطلعها حتى من باكنام بالاس. قالها ايش نخسر، احنا ما نخسر شيء، هم اللي يخسرون. احنا اقتصادنا قائم على كذا وعلى كذا وعلى كذا، واحنا كل ساعة والأسرة المالكة والأسرة المالكة. اوكي ما نبي جمهورية، بس هذيل شكوا سماهم بارازايتس، يعني بارازايتس يعني الطفيليات هذولا، يعني قاعدين ياكلون بدون حق. يعني شنو مخصصات، يعني شنو مخصصات، يعني الى درجه انه الجنين لما 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 يكون في بطنها يصير له مخصصات. انت معاي لما تلقح المراه في الاسره الحاكمه من حق الجنين ان يكون له راتب ثابت، لا راتب وتو ما شم الهواء، يعني لا راتب ثابت. وانت يا المواطن العادي عليك أن تنجح بدراستك، تحصل على معدل زين وكذا وكذا، ومعاشك الأول ما يعادل معاش الجنين اللي ما طلع من بطن أمه. إيه نعم، إيه نعم، إيه نعم. طبعا هذا تقصد حاصل في دولنا العربية، حاصل إيه في دولنا العربية، حاصل حاصل عندنا بالكويت، فهمت كيف؟ فأنا قصدي إنه هذيل الأسر اللي في أوروبا سواء في إنجلترا أو في بلجيكا أو في الدنمارك أو السويد أو سميه أو النرويج، كلهم هذه ملكيات ترى مو جمهوريات، عليها أسر ما تحكم. ولذلك هي قاعدة تاجر، يعني لهم تجارة عظيمة. يعني هذا هذا خوان كارلوس مال 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 إسبانيا، خوان كارلوس مال إسبانيا هذا مليونير عظيم يعني. فبدأوا يشككون في البرلمان وقالوا له أنت قاعد تتلقى يعني معونات من دول أجنبية علينا، يعني وقاعد تأخذ فلوس على أساس أنك ملك ملك إسبانيا ومن دول أجنبية وتخضع لها. فقالوا له أنت أمامك خيارين، يا نحاكمك يا تطلع من الملكية. خوان كارلوس ركب الطيارة وراح يا عندنا الخليج هني، فاهم شلون؟ يا عندنا بالخليج، والحين عنده قصر بالخليج وكذا خوان كارلوس، فاهم شلون؟ فهذيلا يملكون ولا يحكمون، فلا يقولوا لنا هني في المنطقة انه يا اخي شوف يا اخي العائلات هذه عندها كذا. اي نعم عندها، بس هي لا تحكم، هي قاعدة تاجر وتوفقت في تجارته. وانتوا لو طلعون من الحكم تقدرون تاجرون، بس مو تظل مفوحش أبي الحكم وأبي السوق، ما يصير. هني مسألة أنت ذكرت قبل شوي دكتور أن الموضوع يحتاج وعي، نعم، مجتمعي، نعم. هل المسؤولية أكبر تقع على، بصراحة تقع أكبر على رجال الدين؟ بس أنتم مسؤوليتكم أن أنتم تنبهون، لأن يعني إذا نتكلم بصراحة أكثر، نعم، مو قاعدين نسمع صوت أبدا. أنا ما شفت أصوات، ولذلك صار الموضوع مغيب مغيب، وصار خلينا نقول فرض واقع، يعني صار الناس خلاص قابلتها لأنه صار أمر واقع. غلط غلط غلط، مو غلط بس حرام. أنا أقول حرام إنك تشوف شيء غلط وإنت تعلم إنه غلط وغلط شرعي وتسكت. أوه أنت تؤثم، يعني كتم العلم في الإسلام يؤثم عليه المرء لما يعرف الإنسان علوم ومعرفة، فهم شلون؟ ويغيبها عن الناس. أوه هذا متواطئ. ممكن يرد البعض يقول هني ممكن ندخل من باب درء المفسدة، فمن شنو المهم والأهم؟ المهم إن إحنا ما نسوي خلل واختلال في دولنا ونثير مثل هذه المواضيع اللي قد تسوي لنا قلاقل ومشاكل، ونتجاوز عن موضوع الحين. يعني عندنا وايد امور اهم، يعني ما خلهم يترزقون الله، يعني هذول يترزقون الله. البعض يتبنى وجهة النظر هذه. زين اذا بتخلي المسائل بهال
بهالمسألة بهالمنهج وبهالنسق ما في إصلاح. فإذا مالك حق تعارض الفساد. الفساد ترى اللي حاصل عندنا في المنطقة مو بس بالكويت، منطقة كلها كلها مرتبط في أن النظام لا علاقة بالفساد هذا. بالتجارة، بالتجارة، التجارة والمصالح. النظام اللي صار له عنده مصلحة في السوق يعفس الدنيا عفاس في سبيل تحقيق هالمصلحة. انت لو تقعد مع التجار في الخليج هني كلنا يعني كل الخليج مو بس الكويت، وتقعد معاهم وتاخذ وتعطي معاهم في الغرف المغلقة، في الغرف المغلقة طبعا يقولوا لك شقصد هذا، هذا النفيسي شقصد، هم اللي يعرفون تفاصيل. ليش؟ لأن يعني لأن الأنظمة مزاحمتهم في مو بس مزاحمتهم، مو بس مزاحمتهم، هي قاعدة تاكل الخبز اللي مو لها، اللي ما يحق لها يعني، اللي ما يحق لها، بس عندها هالاسم. فهمت شلون؟ هالاسم، وهذا الاسم يدخل السوق تشرع الأبواب أمامه، لأن يعرفون هذيل الناس سواد قريش. فهم شلون؟ يعرفون ان احنا سواد قريش، يعني ما نقدر نشابس ابو سفيان ونشابس يعني ناطح النظام عبد الله بن ابي. فهم شلون؟ اي نعم. طيب معناته انت قاعد تقول لي ان اكبر ضرر في مساله تدخل الانظمه او الحكم في التجاره هو الباب الاول لتفشي الفساد. بالضبط، بالضبط. فإذا احنا بنسكر هالباب إيه؟ لا توجد أي وسيلة أخرى أو نعم. أي باب آخر نعم. سوى أن احنا نسكر هذا الباب. نقول نعم. حق الأسر الحاكمة نعم. كلها نعم. في الدول العربية نعم. لكم إيه؟ شنو الكلمة الدقيقة الحين لكم السيرمونية الاحتفالية الجانب التشريع الرمزي في الحكم إيه؟ لكن غير هذا ما تحكمون، ما تحكمون مثل ما قلت لك في بريطانيا. حتى كلمة إليزابيث مو هي اللي تكتبها، يكتبها رئيس حزب الأغلبية ويروح ويسلمها الخطاب، ترى انت تين باليوم الفلاني وهاي كلمتك، تاخذ هذا وتركب. عندك ساعة البريطانيين يحبون الاحتفالات هذه، تركب العربانة هاي المذهبة أو الملكة بتي تحتفل بافتتاح الكومنز ها، وتأخذ الورقة هاي اللي أعطاها إياه سواء كان هارولد ويلسون أو توني بلير أو كالهان أو عرفت شلون، وتدخل هذا وتلقي الكلمة حرفيا تلقيها، ما تضيف عليها حرف واحد. هذا دليل شنو؟ دليل أن حزب الأغلبية هو اللي يحكم، اللي منتخب انتخاب ديمقراطي حر. ودليل آخر أنه الأسرة هذه ما تحكم، هاي تملك، تملك بمعنى بشكل احتفالي. نفس الشيء في النرويج، في السويد، في كوبنهاغن الدنمارك، في بلجيكا، في أسبانيا، كل هذه الدول فيها أسر ما تحكم حسب ما يروجون. هني هني يقصون على الناس يقولون لا يا أخي شوف شوف يعني شو مستقرة وشو لا 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 لا, لا تقصون علينا، لا لا هذيل مستقرين لأن حسموا الموضوع، لأن مو قاعدين يحكمون ولا قاعدين يرون عملية، ما قاعدين يحكمون، لهم السيريمونيالز ولهم الاحتفاليات والملكة الفلانية. وإذا واحد من عيالهم مارس نفوذه ودخل وخذ مناقصات أو صار مارس ضغوط راح فيها، راح فيها شلون يروح فيها؟ لا يعني يعني جد يعني يعني مو قشمرة. ما هذيل ترى الأوروبيين على قولة أكو ممثل مصري ممثل مصري اسمه إبراهيم سعفان الله يرحمه، هذا يقول هذا ترى خريج الأزهر، تصدق خريج الأزهر وتخصص لغة عربية. طيب إبراهيم سعفان يقول الخواجات دول ناس ما يعرفوش أبوهم يعني عيال حرام يعني فهم شلون ناس ما يعرفوش أبوهم يعني ما يدري منه أبوه، يقصها قص يعني مو فارقة معاه مو فارقة معاه. نعم. طيب دكتور نعم.
في أضرار، احنا يمكن تكلمنا على موضوع الفساد، لكن احنا بنتكلم عن شنو الأضرار الأخرى اللي تترتب على دخول الحكم على خط التجارة. أضرار عظيمة عمار، أضرار عظيمة موجودة عندنا بالكويت. المصلحة، المصلحة لما تكبر يحس الحكم أنه صاحب مصلحة. منو قدامه؟ قدامه تاجر آخر عنده مصلحة. مع الوقت يصير تحالف بين التاجر والحكم، عرفت شلون؟ حتى تمشي المصلحة. فأديني مية ودي لك طراوح على قولة المصريين. فهذا التاجر، هذا التاجر يستانس من هذا. ليش؟ لأن هذا عنده سلطة، عنده باور، عنده الباور. فهذا الحكم يسهل أمور التاجر، والتاجر يمشي معاملات. أنا اتركها عليه طال عمرك، اتركها عليه، أنا مشي الأمور. فيصير تحالف. هذا التحالف تكلم عنه هذا، شوف هذا الكتاب Against Elections، هذا الكتاب يا ريت أحمد الطلعة Against Elections. هذا مفكر وكاتب بلجيكي اسمه ديفيد ريبروك، يقول أنا أعرض فكرة الانتخابات. ليش يا ديفيد ريبروك؟ قال لأن الانتخابات قامت ما تطلع إلا أصحاب التحالف بين الحكم والتجار، يعني بين فلان الفلاني في الحكم وفلان الفلاني بالتجارة. طبعا فلان الفلاني بالباطن يشتغل، فيطلعون لنا برلمان، والبرلمان هذا يقول ديفيد ريبروك يمثل مصالح هذا التحالف بين الحكم والتاجر. يقول فتصير عملية التشريع لخدمة هذا التحالف، مو مصالح المنتف المواطن، فهم شلون؟ فهذا المواطن مسكين رايح ينتخب على أساس شنو؟ على أساس أنه يطلع عندنا برلمان يحاسب الحكم. لا، اللي حصل في أوروبا يقول ديفيد ريبروك أن هذا التحالف تمدد إلى درجة أنه سيطر على الإعلام، سيطر على الصحف. أصبح الإعلام اليومي اللي يباع في الشارع يخدم مصالح التحالف ويبرر مصالح التحالف ويسيطر على البرلمان. فإذا يقول له صبر، هوب هوب، هذا ديفيد ريبروك، إحنا ما نبي انتخاب، إحنا لازم نشوف طريقة أخرى. لأن إحنا لما دخلنا موضوع البرلمانات، يقول بعد الحرب العالمية الثانية كان بهدف شيئين، هدف إصلاح السلطة، إصلاح السلطة من دكتاتورية إلى ديمقراطية، وتقليص مساحة الفقر. يقول اليوم في أوروبا، هذا ريبروك مو أنا، يقول اليوم في أوروبا السلطة زادت فسادا وقاعدة الفقر اتسعت. سنجد الفقر يزداد مو قاعد يقل. فيقول لازم هوب نوقف من موضوع الانتخابات وندرس العملية هذه، عملية الديمقراطية، شنو الهدف منها إذن وكيف تستمر، وهذه منتجاتها، عرفت عمار؟ فهذا ديفيد ريبروك الآن أصبح نجم في أوروبا وحتى في أمريكا، جامعات تدعوه تكلم عنه، وخاصة أنه اللي قدم لكتابه كوفي عنان. كوفي عنان عرفته؟ الأمين العام السابق، المتحدة السابق. اي نعم. طيب انا وصلت وياك تقريبا دكتور الى ختام هذه الحلقة. الحل لهذه المشكلة، لهذه المعضلة، عملية تدخل الحكم على خط التجارة. تخير الحكم، تبون حكم واخر عن السوق، تبي سوق واخر عن الحكم. ما يصير ايدك متروسه بالطريقه هذه. يعني 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 الانجليز عندهم يقول لك يعني too many apples in one hand، فهمت شلون؟ ما تطيح
التفاح يطيح إذا بتشيل يعني كذا واحدة. فأنت أنت قاعد تأخذ أكثر من حقك. أنت تبي حكم على عيني وراسي واخر عن السوق، تبي سوق واخر عن الحكم. هذا الحل الوحيد، الحل الوحيد. ولازم المسألة تكون حاسمة وما فيها تقشمر، ما فيها تلعثم، لأن الفساد منشأه هذا، منشأ الفساد، جذر الفساد اللي تشوفه اليوم بالكويت، هالفضايح اللي على التويتر وعلى الكذا، كلها منشأها هو هذا. الحكم يبي يدخل في السوق ويظل بالسوق ويبي يستمر في الحكم. لا، يا إما أنت تحكم وخر عن السوق، يا إما وخر عن الحكم وادخل السوق وشوف من يعبرك في السوق. لو وخرت عن الحكم ما حد يدري عنك، تعال تنافس معانا في السوق، بس شيل هالصفة هذه، شيل هالجواز الحمر مالك، وشيل هالريد كاربت مالتك، وشيل هذا، تعال شوف من يعبرك بالسوق. ما حد يعبرك، ونقلبك بالسوق. طيب اي نعم، اذا كنت مجرد من 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 حالك حالنا، اي حالك حالنا، حالك حالنا، واللي يمشي علينا يمشي عليك، اولا يمشي عليك. اي نعم، وصلت وياك لختم هذه الحلقة الساخنة. دكتور عبد الله النفيسي، كل شكر لك. أهلا وسهلا، حياك الله. يا شو اسم الأخ؟ شاهر. شاهر ممكن منظره اي والله، كل هذه العقال شوية جديدة جديدة وصعبة تحكمها يعني. العقال جديدة الحين، تمام مسكر. ايوه عشان بس نسنع الحالة بس ينشل. اوكي طيب. شكرا. كون عقالي اول. لا اله الا الله. اوكي تمام. شاهر يلا. زوم كلاس.